مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة الخضروات المنزلية. حلقة اليوم هي خاصة جدا لأنه ضيفها ولا أطيب من هيك ولا أذكى من هيك ولا أعطر من هيك، هو نبات الزعتر. حنحكي اليوم عن فوائد الزعتر وأهميته وقيمته الغذائية وفوائده الصحية، حيث يستخدم لعلاج أمراض عديدة، كما أنه الزعتر من الأعشاب الرائعة الواقية من الأمراض والمقوية للصحة. معكم حسن صفوان من قناة زراعة الخضروات المنزلية على بركة الله. بداية، يعد الزعتر من النباتات الخشبية المعمرة وينتمي إلى الفصيلة الشفوية، وتعود أصوله إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط. يعتبر نبات الزعتر من أفضل أنواع المطهرات الطبيعية، ويتميز برائحة عطرية قوية، ويطلق عليه أسماء عديدة: مفرح الجبال ومضحك الجبال وبهجة الجبال، لأنه يعطر الجو برائحته الذكية. يتواجد الزعتر في الطبيعة بأنواع عديدة، وعلى الرغم من الاختلافات البسيطة بينها، إلا أن لها الفوائد نفسها تقريبا، مع أفضلية للزعتر البري حيث ينبت وحده في الأماكن الجبلية والوعرة نسبيا، كذلك رائحته أقوى من رائحة الأنواع الأخرى. يحتوي الزعتر على العديد من المعادن، فهو غني بالكالسيوم والحديد والصوديوم، بالإضافة إلى معادن أخرى كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والزنك، كما يعتبر مصدر جيد للعديد من الفيتامينات، فيتامين سي وفيتامين ألف وفيتامين كاف. يستعمل الزعتر في علاج أمراض الجهاز التنفسي كالسعال والتهاب الأصابات الهوائية أو الشعب الهوائية وأمراض الربو والتهابات الصدر والحلق والحنجرة، وكذلك بحة الصوت، ويساهم في تخفيف الاحتقان أو الانسداد في الأنف، ويسهل خروج البلغم والمخاط، كما يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة. يعتبر الزعتر مفيد جدا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، يطرد الغازات، يمنع التخمر في المعدة، يساعد في عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية، وينصح بتناول أو أكل الزعتر مع زيت الزيتون في حالات الإسهال، باعتبار الزعتر من النباتات القابضة. كما أنه تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جدا لتقوية وتنشيط الذاكرة، خاصة الطلاب والأشخاص عامة يلي بيعانوا من صعوبة في استرجاع المعلومات المخزنة، فالزعتر يحسن قدرة الإنسان على التذكر وسرعة الاستيعاب. يحتوي الزعتر على مواد مضادة للأكسدة، فيساعد الجسم على التخلص من الخلايا الضارة، وبالتالي يدعم ويقوي عمل جهاز المناعة، مما يحد من الإصابة بالأمراض الناتجة عن دخول الفيروسات والجراثيم إلى الجسم. يحمي الأسنان من التسوس ويمنع التهابات اللثة وتقرحات الفم، فهو يقضي على البكتيريا المسببة للأمراض الفموية عن طريق المضمضة بمنقوع الزعتر الفاتر، كما يخفف من آلام الأسنان إذا خلط مع القرنفل. يحافظ على صحة عضلات القلب والأوعية الدموية، ويحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويعمل على تنشيط وتطهير الدورة الدموية بالجسم، فيعطي البدن النشاط والحيوية. من فوائد الزعتر أيضا يحفز إدرار البول، ويعالج التهابات المسالك البولية والمثاني والمغص الكلوي، كما يساعد على تحسين النظر لاحتوائه على فيتامين ألف، ويحمي العينين من الجفاف ومن تشكل المياه الزرقاء، كما أنه يحسن المزاج ويعزز الشعور بالسعادة. أيضا للزعتر فوائد في تقوية وتحفيز نمو الشعر، حيث ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويضمن وصول المغذيات إلى البصيلات، ويجعل الشعر أكثر صحة ولمعان وكثافة.
ولا بد من التنويه بأهمية زيت الزعتر في علاج داء أو مرض الثعلبة ومشاكل تساقط الشعر والشعر الخفيف والقشرة، ويمكن وضعه على فروة الرأس لعلاج الصلع. كما يقضي زيت الزعتر على الجراثيم، حيث يستخدم في صناعة المراهم وسوائل غسول الفم، كما يستعمل في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والصابون ومعجين الأسنان ومزيلات العرق. حلقتنا خلصت. طبعا هناك استخدامات وفوائد أخرى للزعتر، ركزت على الأمور المهمة أو وين يفيد أكثر. ما بقدر بدقائق معدودة أذكر كل ما يتعلق بنبات الزعتر حفاظا على وقت المشاهد. أتمنى تكون حلقة جيدة ومفيدة للجميع، ويتواصل دعمكم بلايك وشير لايك وشير. ويلي عم يحضرنا لأول مرة يا ريت تشرفنا بالاشتراك، اضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. من قناة زراعة الخضروات المنزلية لكم كل الشكر والتقدير على المشاهدة والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقات جديدة مقبلة بعون الله تعالى.